من ملعب المونومنتال في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، هو لقاء كأس العالم للتاريخ بين الأرجنتين والمنتخب الفرنسي. طبعا لم أخطأ في الطريق ولم أخطأ العنوان، أنت كأنك في استاد المونومنتال الشهير في قلب العاصمة الأرجنتينية. هنا أكثر من 35,000 أرجنتيني قدام تقريب 1,500 ماكسيموم من عشاق التريكولور. أرجنتينا هنا في كازان تلاحق حلم المونديال، هنا هذه هي كازان، هنا في روسيا هذه هي مدينة المغول، هذه هي مدينة كازان، وهنا في مدينة أحفاد جنكيز خان يلتقي أحفاد تشي غيفارا ضد أحفاد نابليون بونابارت. ميدان معركة نصف الملعب، فرنسا عندها وسط ميدان قوي برشا، مواجهات مدربين اثنين، تحفظ دفاعي لديدي ديشان، كن ضاعت كرة التعادل. فرنسا تتعادل في الخواتيم، الأرجنتين تستفيق بشكل متأخر على دوخة الدقيقة 57 ل68، انتصار بالآخر مستحق يستاهلها كيلان مبابي رجل مباراة ما فيش غيره.